شهدت مدينة شرم الشيخ مسيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن البيئي من عدة دول إفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ كوب 27، وطالبت المسيرة بضرورة النظر إلى القارة الإفريقية لما تعانيه من تداعيات ناتجة عن تغير المناخ رغم أنها الأقل إسهاما في أسبابه. كما طالب المشاركون في المسيرة بضرورة تنفيذ الدول الغنية تعهداتها لمواجهة التغيرات المناخية.